في إحصائية غريبة جدا قاموا من خلالها بتحليل 40 مسلسل تم عرضه في رمضان من عام 2016، وجدوا أنه في ذلك الرمضان فقط مجموع ما تم عرضه كالآتي: 760 مظهر من مظاهر الإغواء الجنسي، 60 مشهد دعابة جنسية، 140 مشهد من العلاقات المحرمة، 971 مشهد لفظ خارج، 1129 مظهر من مظاهر التجاوزات الاجتماعية، 450 مظهر من مظاهر التعرض للتشريع الإسلامية، مسلسلات بها مشاهد صريحة لزنا المحارم، أو مسلسل به إشهار واضح للرذيلة والشذوذ والعلاقات المحرمة، أو مسلسل يعرض تفاصيل خيانة أخ مع زوجة أخيه، أو مسلسل قائم في قولبة درامية لتبرير زنا الأم مع زوج ابنتها، وغيرها الكثير. لدرجة أن إحدى الفتيات تعلق بعد أن شاهدت حلقتين من إحدى النماذج التي ذكرناها تقول: مش حلقتين أشوفهم من امبارح يخلوني تاني يوم أكراش على أخويا. والعياذ بالله، ما وراء كواليس الأفلام والمسلسلات. خدعوك فقالوا الفن ينقل الواقع. إذا استغربت من أي مشهد هابط في أي عمل سينمائي تجدهم مباشرة يخبرونك أن هذا ليس من عندهم، بل هو يعكس واقع المجتمع. هم مثل مرآة للمجتمع يعكسون واقعه، وأنت هنا بدورك تصدقهم وتعتقد أن كل ما يعرض عليك من أفلام ومسلسلات حقيقي وموجود بالفعل، فهم يعكسون الواقع. والحقيقة يا صديقي عكس ذلك، فهم يخرجون النماذج الشاذة فقط ويجعلونها مركزية في المسلسلات والأفلام، بل ويعملون على تضخيمها وعملقتها من خلال الأحداث الدرامية. وبدوره المشاهد كحالي وحالك نتعاطف مع ذلك النموذج الشاذ، ونبدأ في لا وعينا بالتبرير لهم، نبرر قتلهم، زناهم، ظلمهم وكل أفعالهم في المسلسل. صحيح، صادفني مشهد لمسلسل يعرض الآن لشخص غني جدا وناجح جدا في عمله، متزوج من عدة نساء ويحكم بين الناس بالعدل ولا يقبل الظلم، ثم يعرضون خلال المسلسل مشاهد له وهو يضرب أعداءه بلؤم، وأي فتاة يريدها يشتريها بماله، وتجده يسهر في ملهى ليلي عند راقصة بشكل دوري. لو لا تشعر أنه ما المانع إذا سهرت في ملهى ليلي عند راقصة؟ لا وعيك يبرر تلقائيا أي عمل غير أخلاقي تقوم به تلك الشخصية بعد تضخيمها، حتى لو قتلت وزنت في المسلسل. صحيح، ثم يأتوك في الحلقة 33 والأخيرة ويخبرونك أن هذا الأمر خطأ وأن المجرم سينال عقابه من خلال مشهد سريع عابر. بعد ماذا؟ أنا حينها سأكون حزين على الشخصية أنه سيتم عقابه أساسا. اللاوعي لدي تقبل كل أفعاله بل وبررها له، والأصعب اقتدى بها. تخيل أساسا لو رجعنا لكل تلك النماذج الهابطة في المسلسلات، ستجد الناس بشكل عام تنتقد ذلك المشهد الفاحش الواضح، ولكن لك لن تجد شخص مثلا ينتقد أمور بديهية، مثلا ظهور ممثلة بفستان شبه عاري، أو مشهد لشخص يشرب الخمر علنا، أو اعتقاد التلامس واختلاط المحرم بين الممثلين أمام الكاميرا. هذه الأمور أصبحت عادية في وعيك، تقبلتها، وهذا ما وراء الكواليس. أنت لم تكن تتقبلها قديما، ولكنك غيبت يا صديقي. تخيل من 60 عام في بريطانيا كان يعتبر ارتداء الفتاة لفستان مفتوح الصدر ومشيها به في الشارع عمل غير أخلاقي ومرفوض تماما، بل ويعتبر أمر مقرف. What do you think? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with them on. But they might wear one of the. Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in Wolverhampton. هذا أيها الحبيب يعطيك تصور أن كل شيء ندرك أنه خطأ ومحرم الآن مع التطبيع والتكرار سنتقبله، مع أننا كنا نرفضه سابقا. فالمسلسلات لا تعكس الواقع بل تصنع واقعا شاذا بتكراره. حتى مشاهد الكوميديا حول تخنيث الرجال التي أصبحت شائعة هذه الأيام تحت إطار الكوميديا، يعني يقوم المخرج بجعل الممثل يلبس مثل الفتيات ويقلد تلك الفئة الشاذة تحت طابع كوميدي، وهدف المخرج ربما إضحاكك. الأمر لا يجب أن يكون مضحك بالنسبة لك لو فكرت لوهلة، لأنه تطبيع لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة في عقلك، لدرجة اليوم أصبحنا لا نعترض على تلك المظاهر أمامنا في الشارع، مع أننا نتصور أن هذه المشاهد الكوميدية بين قوسين، أن يأتي رجال يلبسون مثل النساء ويحاولون إضحاكك، لو عرضناها على جدي وجدك قبل 100 عام من الآن كان سيكسر الهاتف على رأسك. لن يكون الأمر مضحك إطلاقا بالنسبة إليه. صحيح، كوكب الوهم. واحد من أشهر مخرجي الأفلام السينمائية سألوه عن الهدف من السينما فقال بالنص الصريح: إن نهايتنا بعد أن نموت ستكون في مكان سيء جدا،
وأن كل ما نقوم به ما هو إلا إلهاء الناس عن حقيقة ومعنى الحياة. You can explain to people why life is worth living and is a positive thing and does have some meaning. Now, you can't really do that without conning them, without, you know, you can't be honest and do that, because in the end, it has no meaning. You're living in a random universe. You're living a meaningless life. My conclusion is that the only possible way you can beat it a little bit is through distraction. You can distract people. يعني برأيه أن الحياة ليس لها هدف، وهو بدوره يساعدك على أن يشعرك أن لها قيمة من خلال الأفلام والمسلسلات، بتشتيتك عن حقيقة الحياة الفارغة برأيه، بتشتيتك عن أسئلة كثيرة يجب أن تسألها لنفسك، مثل ما غاية وجودي في الحياة؟ لماذا خلقت؟ هي صناعة وهم بشهادة المخرجين أنفسهم. فتستمر في المشاهدة حتى تحرق حياتك خلف الشاشة بعيدا عن الهدف الأساسي لك في الحياة. تخيل معي، يوجد الكثير منا تابع مواسم كاملة لمسلسلات معينة، كل موسم به مئات الحلقات، وكل حلقة ربما بها أكثر من ساعة. يعني لو جمعت وقت تلك الحلقات ربما كان قد شاهد ما يوازي سنة كاملة أحرقها صاحبنا من حياته، ولم تضف شيء لعمله سواء في الدنيا والآخرة. أساسا قديما كانت لا تقبل شهادة الممثلين في المحاكم، لأن طبيعة عمل تعتمد على التقمص والكذب والبعد عن الواقع، والمحاكم تدرك أنهم يصنعون الوهم، والوهم عكس الحقيقة. بالمناسبة، بما أننا نشاهد ونشاهد، يوجد برنامج عجبني تحت عنوان أفلا يعقلون، يناقش بمشاهد كرتونية أمور دينية مهمة، يعرضون كل يوم حلقة في طيلة شهر رمضان المبارك، أنصحكم جدا بمتابعته. يركز على موضوع الحلقة ومواضيع أخرى مهمة كثيرة، وأعتقد أنك ستستفيد جدا منه. كل يوم يقومون بالإجابة على سؤال ربما خطر على بالك ولم تجد له جواب، مثل لماذا نحاسب على أفعالنا مع أنها كتبت علينا؟ لماذا خلق الله الشر وهو الرحمن الرحيم؟ كيف تعود الروح إلى الجسد بعد أن خرجت منه؟ وحلقات كثيرة مميزة جدا، أنصحكم بمتابعته وأخبروني برأيكم به، سأضع رابطه في الوصف إن شاء الله. تدمير الجيل الصاعد. إحدى الممثلين المعروفين كانت بداياته عن طريق عمل أفلام تتحدث عن شاب بلطجي بذيء اللسان كثير العلاقات، يهابه الجميع لأنه يأخذ حقه بيده، لديه علاقات مع تجار المخدرات والعصابات، ثم بعدها يصبح غني وقوي جدا. هذا القالب العام لشخصيته، وبالفعل أعجب الشباب والمراهقين به وبدأوا يقلدونه في حياتهم. ثم بعدها أصبحت تسمع أخبار مثل قتل رجل لرجل وقطع رقبته في الشارع ووضعها في حقيبة، والناس تكتفي بالتصوير وكأنهم شاهدوا هذا المشهد مسبقا في فيلم أو مسلسل، أو تجد خبر كحادثة محمود البنا الذي قتله أحد الشباب بالساطور، فالكثير قال أن ذلك الممثل هو القاتل الحقيقي. أيها الحبيب، قد أخبرتك أنهم يصنعون الوهم لتنسى هدفك من الحياة، فوالله لن تسأل عن تفاصيل ما تشاهد، بل ستسأل عما تشاهد، وشتان بين عن الأولى والثانية. الترويع عن القلب يكون بالمباحات لا بالمنكرات. العام الماضي لوحده بلغ عدد المشتركين في المنصات الإلكترونية 33 مليون إنسان، هذا في بلد عربي واحد دون ذكر اسمه، وبلغ مجموع عدد المشاهدات في منصة إلكترونية خلال شهر رمضان 8.8 مليار مشاهدة. فالغريب أن إقبالنا على المسلسلات واللهو يزيد في رمضان وليس العبادة. ولكن لا تحزن، كلنا مقصرون، ولكن على الأقل اعرف الصح وخليه جواك. غيرك من الشباب قاموا بالتجهيز ووضع الخطط لاستغلال رمضان وما بعد رمضان، وضعوا خطط لإصلاح قلوبهم، لتحسين عباداتهم، لتزكية أنفسهم. منهم من كان يقطع في الصلاة وانتظم، منهم من كان هاجر للقرآن الكريم وعاد إليه، منهم من كان مقصر في عبادات كثيرة والآن يتقرب بها إلى الله عز وجل. ووالله إني أحبك أن تكون منهم، وما زال معك وقت لتغير بإذن الله. هدفنا الرئيسي من هذه الحلقة هو أن تقلع عن هذه المسلسلات، أو تخفف منها، تخفف من الوهم، أو على أقل تقدير تدرك حقيقتها. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.